احنا عندنا في مصر انواع كثيره من محطات الكهرباء لانتاج الكهرباء. عندنا المحطات الحراريه اللي هي بتنتج كهرباء من الوقود الاحفوري، من الغاز الطبيعي او من المواد البتروليه، بالاضافه ان احنا عندنا محطات بتنتج الكهرباء من الطاقه المائيه زي السد العالي وحدائق اسوان، وعندنا محطات بتنتج الكهرباء من طاقه الرياح، ومحطات كهرباء تنتج الكهرباء من الطاقه الشمسيه. التقسيمة ما بين هذه المحطات وبعضها ان احنا الطاقة الكهربية في مصر حاليا بنحصل على 90% من الطاقة الكهربية المنتجة في مصر من محطات الكهرباء التقليدية اللي هي بتعتمد اساسا على الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية. بنحصل على 8.5% من الكهرباء المنتجة من المحطات المائية اللي هي السد العالي، وده في الواقع بيمثل لنا زي ما قلت لحضرتك 8.5%، وإلى حد كبير احنا استخدمنا الطاقة المائية اللي موجودة في مصر إلى أقصى إمكانية ممكنة حاليا. بالإضافة إلى هذا عندنا كهرباء منتجة من طاقة الرياح ومن الطاقة الشمسية، دي مجموعهم بيمثل 1.5% حاليا. في عدد من العروض اللي بنبص فيها لتصنيع الخلايا الشمسية، الألواح الشمسية دي، من المادة الخام الأولية واللي هي الرمل، اللي احنا في مصر موجود عندنا بجودة عالية. فده فعلا بيتم حاليا، بحيث ان هذا عملية التصنيع دي تتم بشكل اقتصادي جيد، وفي نفس الوقت ايضا تمثل فرص عمل للشباب عندنا. يعني حضرتك يمكن فرص العمل اللي مرتبطة بالطاقات المتجددة بصفة عامة هي فرصتين عمل، في حدود فرصتين عمل لكل 1 ميجا وات، يعني 1000 كيلو، في عمليات التصنيع، وخمس فرص عمل في لكل ميجا وات في عمليات تطوير المشاريع وتنفيذها، وفرصتين عمل أثناء التشغيل لكل ميجا وات أيضا أثناء التشغيل أثناء تشغيل هذه المحطات عشان تنتج الكهرباء. فطبعا بس لو أذنتيلي برضو حضرتك، في استخدام مباشر أكتر للطاقة، بالذات الطاقة الشمسية عندنا هنا في مصر قبل ما حتى ننتج بيه كهرباء، وهو الاستخدام المباشر للطاقة الحرارية اللي جاية من الشمس. ده ممكن نستخدمه في كثير من العمليات الصناعية، وفي كثير من استخدامنا لتسخين المياه بصفة عامة. يعني على مستوى المنازل ممكن نستخدم السخانات الشمسية لإنتاج المياه الساخنة. الحاجة التانية المهمة إن احنا ممكن الخلايا الفوتوفولتية دي تكون من التكنولوجيات اللي صحيح معتمدة على الرمل، واحنا في سبيلنا بالتعاون مع وزارات زي وزارة الإنتاج الحربي، زي عدد من المستثمرين، إن احنا نبتدي في عمليات التصنيع المحلي عشان نقدر نكون عندنا نمتلك التكنولوجيا ديت، وفي نفس الوقت إن احنا بعد فترة نقدر نصدرها. إنما في نوع آخر كمان من المحطات الشمسية لإنتاج الكهرباء عن طريق التجميع الحراري، يعني بتجمعي الحرارة بتاعت الشمس برضو عن طريق بعض المرايا، في أكثر من نظام. الحرارة اللي بتتجمع دي بتسخن مية، المية دي بتتحول إلى بخار، البخار ده بيساهم في تدوير تربينة لإنتاج الكهرباء. أسعار بيع الكهرباء عندنا في مصر مثلا للمنازل، للمحلات التجارية أو الأنشطة التجارية والمنازل، هي تعريفة كهربية أو أسعار بيع الكهرباء بشكل متدرج. بمعنى إيه؟ كل ما زاد استخدامي للكهرباء، كل ما متوسط السعر بتاعي أو كل ما تمن الكهرباء بتاعي زاد عليا. بفرض إيه؟ إن لما سعر الكهرباء لما استخدامي للكهرباء يبقى قليل جدا، يبقى ده بيعكس إيه؟ إن أنا على الغالب ما عنديش أنشطة كثيرة، ما عنديش معدات كهربائية كثيرة، ده بيعكس وضع اجتماعي معين او مستوى دخل معين.
وبالتالي الكهرباء بتتباع لهذه المجموعة من الناس بسعر مخفض، أقل من التكلفة، أقل من التكلفة، والدولة بتدعم. نيجي بعد شوية، زاد استخدام لحضرتك الكهرباء، ده بيعكس إن حضرتك ابتدى يبقى عندك معدات أو النشاط ابتدى يتزايد، فبنقول لك إيه، ادفعي إيه على قد الاستهلاك. الصيانات برضو بتعتمد، في صيانات يومية، صيانات شهرية، نص سنوية، سنوية، في أمراض كبيرة. بتبقى في حدود أقل، في المحطات الشمسية بتبقى أقل من 5% من القيمة الاستثمارية بشكل يعني كام؟ سنوي. بتتكلمي حضرتك على، لو قلنا مليون دولار، يبقى بتتكلمي على أقل من 50,000 دولار في السنة. 50,000 دولار في السنة ده أرقام للطاقة يعني، الشمسية لا دي أرقام، بالتقريب. دي أرقام تقريبية. أنا بقول لحضرتك في ما حدود، أنا عارفة، بقول لحضرتك يعني تقريبا. يعني ممكن المحطات دي تبقى محتاجة الصيانة بتاعتها بدرجة عالية في أوائل عمرها، في الصيانة، في الاستبدال، كل ده، إنما لا تتعدى 5%. اللي هي ونفس خمسة. الحكاية لمحطات إنتاج الكهرباء من الرياح. فتكلفة الصيانة الرياح وتكلفة والغاز، الرياح الغاز والشمس، والبترول. لا الرياح، الطاقات المتجددة، تمام. تكلفة الصيانة وتكلفة الصيانة والتشغيل، إنما في المحطات الحرارية العادية العادية تكلفة التشغيل والصيانة بتعدي 50%.